المهم المفروض ان بعد اخر اتريشن هيبقى الرقم دوت يطلع لك زي ما هو كده اهوت ما عدا اخر حاجه، فهنلاقي ان الكاري فلاج هيطلع هنا، القيمه اللي كانت موجوده في الكاري، فهضطر اعمل روتيت تاني. فبعد فاضي هنا رينج اللوب، بعد اخر اتريشن هنلاقي الكاري فلاج اللي كانت موجوده هتبقى هنا، فهضطر اعمل كمان روتيت تاني زياده عشان ارجع الرقم لاصله. 16 وبعدين خلاص انا كده فقط 18 عندي كام واحد، نخش نشوف المسألة اللي بعدها. يقولك اكتب برنامج عشان يترانسفير الفاليو اللي هي 41 بالهكسا سيريالي. يعني ايه سيريالي؟ يعني بيت باي بيت. هديكوا كده نبذة بسيطة يعني ايه سيريال. اصلا احنا عندنا عشان نبعت عشان المايكرو كنترولر يكلم مايكرو كنترولر التاني لازم يبقوا متوصلين ببعض عن طريق البنز، اوصل البن دي بالبن ديت. فلو انا عايز ابعت للمايكرو كنترولر التاني 8 بت، فلازم اوصل 8 بت بالمايكرو كنترولر دوت بال 8 بت، سواء كان مايكرو كنترولر او ديفايس او ال سي دي او اي حاجه شغال على 8 بت. فانا هاخد 8 بت من هنا واحطهم في المايكرو كنترولر التاني برضو 8 بت. وطبعا دي مشكله، مشكله كبيره كمان. يعني كده اهدرت 8 بت كان ممكن نستخدمهم في حاجات تانيه كتيره. طب والحل؟ الحل ان احنا نعمل ايه، نخلي نبعت ال 8 بت دول كلهم ورا بعض عن طريق بنة واحدة بس. طب والتاني يستقبلهم؟ مينفعش يستقبلهم واحدة باي واحدة، لازم يجمعهم الأول في بفر لحد ما يوصلوا التمانية، وبعد ما يوصلوا التمانية يبعتهم. فهو هنا نفس الكلام بيقولك ايه، بيقولك في بورت بي وان خليلي ابعتلي الأرقام دي كلها بت بت في بورت وان، تمام. بس عشان تبدأ البعت تبدأ السيريال كونكشن او تبدأ كونكشن لازم تبعت لي في الاول واحد وفي الاخر واحد. يعني قبل ما تبدأ تبعت ابعت لي هاي في الاول، بعد كده ابعت الشغل بتاعك، بعد كده بعد ما تخلص ابعت لي هاي برضو. دي نعملها ازاي؟ تعالوا نفكر فيها واحدة واحدة. انا اول حاجة محتاج اعمل ايه، محتاج اوتبوت على البورت بي 1 طلع لي فاليو. فانا اول حاجه افكر فيها الدايركشن، اخلي الدايركشن بتاع بورت بي بين بتاع البورت بي 1 انبوت ولا اوتبوت؟ اوتبوت. فعشان اسيت الدايركشن لازم اخلي الدي دي ار واحد. بس انا هعمل دي دي ار للبورت ولا بين؟ انا المفروض ان هعمل دي دي ار لبين، هي بي بي 1 بس، فمش محتاج ان اعمل البورت كله اخليه اوتبوت. فانا هسيت البين واحد ديت بست بت، اس بي اويل ست بت للبورت، بورت ولا دي دي ار؟ دايركشن دي دي ار، فدي دي ار بي البت رقم واحد تكاد اتجاهها جاي اوت. وبعدين انا معايا فاليو المفروض اطلعها بيت باي بيت، فالمفروض الفاليو مش المفروض احطها في ريجستر. هلود الفاليو اللي انا عايز اطلعها سيريالي في ريجستر. مين الفاليو؟ هو مديها لك هنا بواحد واربعين بس طبعا اكس. وبعدين انا هبعت بت باي بت، فازاي انا امسك بت ورا بت؟ نفس ما عملنا المره اللي فاتت، هنعمل روتيت رايت ونشوف القيمه اللي موجوده في كاري فلاج. فلو كانت واحد هنبعتها للبورت بي، لو كانت صفر هنبعتها برضو للبورت بي، تمام. انا اهم حاجة عندي هنا قبل ما اعمل لوب اللي هتعمل لي روتيت واتشيك على الرقم، لازم اصفر الكاري فلاج، لازم اصفر الكاري فلاج. فخلي الكاري فلاج بزيرو، اسمها كلير كاري فلاج، تمام. وبعدين انا هلوب كام مرة؟ والله انا شغال على 8 بت، فلازم كل البيتس اللي هعديها لهم 8، فالكاونتر بتاعي اللوب يبقى 8، واحط في اللوب كاونتر بتاعي كام؟
تمام، نقول ار 17. تمام، وهو قال لك ان قبل ما تخش خلي لي بعت لي على البورت بي الواحد بكام، بواحد، قبل ما تبدا في اللوب، قبل ما تعمل اي حاجه ابدا لي بواحد، بعد كده تخش في اللوب. فانا هنا برضو قبل ما اخش في اللوب فهبدا بواحد، فست البت رقم واحد في بورت بي. تبقى انا اشتغلت بورت اللي انا شغال اوت بوت، لو كنت عايز انبوت فكنت هاخد بن. بت اولى في بورت بي، تمام. انا كده بعت له واحد، المفروض اخش اعمل ايه؟ اخش ابعت له البيانات بتاعتي، السيريال بتاعتي اللي هي البت ورا بت. نعملها ازاي؟ هنعملها عن طريق لوب. ادي اللوب. اللوب دي هتعمل ايه؟ اول حاجه هتعملها هتروتيت رايت، فيبقى الموست سيجنيفيكانت بت فين؟ في الكاري فلاج. حلو، انا في جميع الحالات انا عايز اللي في كاري فلاج دوت، لو كان زيرو هيخرج على البورت، طب لو كان بوان برضه يخرج على البورت. نعملها ازاي؟ اول حاجه نعمل روتيت، فروتيت القيمه اللي موجوده في ار، كنا مخلينها في ار كي 16، تمام. ولازم هنا تشيك بقى والله الكاري فلاج ده في زيرو ولا وان، لو كانت بزيرو فهخلي الار البن بي وان بزيرو، لو كانت بوان محتاج اخلي البن بي ار بي 1 بون. نعملها ازاي؟ ببرانش، برانش اف كاري فلاج سيت. لو هنا لو كان سيت كان لازم اخلي ايه الكلام دوت البي 1 بست. فدي نعملها ازاي؟ عندي برانش مثلا على 1، نشوف كده ان الكاري فلاج في 1 فلازم اخليها 1، وانزل لتحت ده الوان بتاعه. طب انا هعمل ايه؟ والله لو الكير ست فانا لازم اخلي البورت بي 1 بواحد، هعمل ست بت البورت بي بت رقم واحد. تمام، طب طلعت بصفر فانا مش هبرانش، فهعمل ايه؟ طلعت بصفر يبقى كده هكلير، يبقى كلير البيت بورت بي بيت رقم واحد. بعد كده هبعت في البيت رقم واحد زيرو. طب تمام، لو انا مشيت كده اهوت المفروض ان هو هنا هيعدي على تاني ويخليها بواحد، انا مش عايز كده، لازم هنا هجوم على نيكست. نيكست مين نيكست دي بقى؟ والله هي دي نيكست، بس انت ما تعدلش على وان، خلاص مش محتاجه دلوقتي. انا كده خلاص خليت، لو كان بزيرو خليته بزيرو، لو كان بوان هبعت وان. انا عايز اعمل ايه تاني؟ خلاص بقى كمل اللوب بتاعتك، قال لي الكاونتر وعيد من تاني، فقال الكاونتر هديكريمنت كاونتر اللي هو مين؟ لو هو ار 17. وبعدين خلاص بقى طول ما الار 17 ما بقتش بصفر هلوب، يبقى برانش اف نوت ايكوال يلوب. تمام، دلوقتي المفروض يعني في اخر اتريشن بعد ما الار 8 يبقى القيمة اللي كانت في الكاري اللي كانت في الأول خالص هنبقى في أول بت، فعشان أرجع الرقم لأصله هزود كمان روتيت رايت. لو عايز تتأكد برضو اكتبها كده بإيدك، اكتب الباينري ريبريزنتيشن بإيدك واعمل روتيت 7 8 مرات وشوف في آخر مرة يبقى موجود فين، في أول بت. فأنت هتلاقي الكاري اللي كان موجود في الأول بقى في أول بت. أنا مش عاوز كده، أنا عايز القيمة ترجع زي ما كانت، فلازم أعمل كمان واحدة زيادة بحيث إن أنا أرجع الرقم لأصله. فهنعملها ازاي؟ هروتيت القيمة اللي كانت موجودة
يبقى 16، ده لو انت خايف على رقم عايز ترجعه لاصله، مش عايزه ملوش لازمه تزود. بس وشكرا. كمان اخر حاجه قبل ما نقفل الشابتر، قبل ما انسى، نتكلم على السواب انستراكشن. السواب انستراكشن ده بيعمل ايه؟ بيبدل الديستنيشن او السنتكس بتاعه سواب ديستنيشن. ده بيعمل ايه؟ احنا عارفين ان البايت 8 بت صح، نصهم اسمه نيبل، فاول 4 بت اسمه الليفت نيبل او اللور نيبل، والاربع بت التانيين اسمهم الهاير نيبل او الهاي نيبلز. تمام، السواب بيعمل ايه؟ يمسك اول 4 بت بيبدلهم بالاربع التانيين، فمن الاخر اللور نيبل بيبقى مكان الهاير نيبل. يعني من اول دي 0 ودي 3 تبقى من هنا، ودي 4 ودي 7 تبقى هنا. فلو انا عندي مثلا الرقمين دول وعاوز الرقم دوت ده 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 وعملت له سواب، هيبقى كده اهو، تبقى هنا 1 1 0 0 1 0 0. يعني لو من الاخر لو الرقم دوت 7 72 بالهكسا يبقى 27. بس شكرا.